بيتين غير تم توقيع أمس على 5 اتفاقيات شراكة بغرض إنجاز عدد من المشاريع التنموية الهادفة إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المحيط المنجمي في الإقليم. وتفاصيل ضمن الروبورتاج عمر أجراري ودريس الكوهن. أنشئت عمالة تنغير سنة 2009 ويمتد الإقليم على مساحة تفوق 13,000 كيلومتر مربع وتقطنه ساكنة يبلغ تعدادها 280,000 نسمة، إقليم يتوفر على أغنى مناجم الفضة بإفريقيا. فماذا عن الجانب التنموي في ظل هذه المعطيات؟ الإقليم باعتبار أنه إقليم فتي يعني كيعرف حاليا واحد المجموعة ديال الأوراش اللي كان في الحقيقة تلونصة شحال هذه، يعني كاين واحد النوع ديال التأخر، كاين واحد النوع ديال نقدر نقول واحد النوع ديال الإقصاء، ولكن يعني في الآونة الأخيرة كيف شاهدنا في الإقليم يعني تلونصات مجموعة ديال المشاريع. المطالب ديال ساكنة جماعة إميدر أنه يعني وقف، يكون إيقاف ديال الاستنزاف ديال الثروات الطبيعية وخصوصا الماء اللي باقي كيستنزف الى حد يعني الساعة بطريقة غير مشروعة، إضافة الى التنمية تكون تنمية حقيقية. تنمية المحيط المنجمي بالجنوب الشرقي كانت محور اللقاء الذي نظم أمس بتنغير وتوج بتوقيع 5 اتفاقيات شراكة بين مجموعة مناجم وشركاء محليين باستثمارات بلغت 6 ملايين درهم. هو مراد الاتفاقيات فأكيد وهو التنفيذ ونمشي الأرض الواقع لإنجاز المشاريع اللي تم الاتفاق عليها اللي كتشمل القطاعات الحيوية كالصحة كالتعليم كالبنية التحتية بالخصوص عاوتاني المرأة القروية. هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تنمية المحيط المنجمي الذي أعطى انطلاقته منتدى بدائل المغرب والنسيج الجمعوي بزاغورة، وذلك لتحقيق توزيع عادل للثروات التي تزخر بها المنطقة.